إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، وخلق منها زوجها، وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المؤمنين، خير الكلام آيات القرآن، وخير الهدى هدى محمد صلوات ربي وسلامه عليه، وخير الكلام ما قل ودل، وخير المواعظ ما نفع وزجر. معاشر الموحدين، اتقوا الله جل وعلا، فإنه من اتقاه وقاه، ومن أغرده جزاه، ومن شكره زاده، ومن توكل عليه كفاه، ومن طلب الإعانة أعانه عليه، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره، قد جعل الله لكل شيء قدرا. أليس الله بكاف عبده، ويخوفونك بالذين من دونه. أحبتي في الله، تقوى الله هي وصية الله السابقين واللاحقين، ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. تقوى الله هي سبب الفلاح والنجاة في الدارين، واتقوا الله لعلكم تفلحون، واتقوا الله لعلكم ترحمون. تقوى الله هي بشرى المؤمن يوم القيامة، واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه، وبشر المؤمنين. تقوى الله هي أفضل ما يتزين به المرء المسلم، ولباس التقوى ذلك خير. تقوى الله هي خير زاد وأفضل مكتسب، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. معاشر الموحدين، اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. الدنيا أمد قليل، والآخرة أبد طويل. ساعات الليل والنهار تنتهب الأعمار، أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، وجاءكم النذير. يا ابن آدم، إنما أنت الأيام، فإذا ذهب اليوم ذهب بعضك. فالمتقون سادة، والفقهاء قادة، ومجالسهم زيادة. الدنيا دار الابتلاء والمحن، الدنيا فتن وبلاء، فسعيد من سهد في هذه الدنيا وأشغل جوارحه بمراقبة العزيز الغفار، وألسم نفسه في ضاعة الأوامر والاستجابة والمحافظة على ذلك مع تغاير الأحوال والأدوار. فالموفق أيها الأحبة في الله من تأهب لدار القرار،
وكان على حذر في صخد الجبار. يقول المولى سبحانه: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيه مشكورا. تلك دار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين. بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى. وما الحياة الدنيا إلا لعب ولهو، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. أيها الأحبة في الله، روى الإمام الترمذي في جامعه، وأبو داود في سننه، وابن ماجه في سننه، والطبراني في معجمه، وهو حديث صحيح ثابت عن النبي صلوات ربي وسلامه عليه، عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كانت الآخرة همه جعل الله قناه في قلبه وجمع له شمله وأتته الدنيا وهي راقمة. من كانت الدنيا همه جعل الله فقره بين عينيه وفرق عليه فرق الله عليه شمله وأتته الدنيا وفرق الله عليه شمله ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر له. روى الحاكم في مستدركه وصححه الشيخ العلامة محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من جعل الهموم همًا واحدًا كفاه الله هم دنياه، ومن تشعبت به الهموم في أحوال الدنيا لم يبال الله على أي أوديتها هلك. أحبتي في الله، معاشر المؤمنين، الدنيا فانية، الدنيا سريعة الذهاب، الدنيا غريبة الغياب، كل من عليها فان، ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يا أيها الناس إن وعد الله حق فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كما إن أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تدروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. من أراد الآخرة ترك زينة الدنيا. روى الإمام الحاكم في مستدركه والطبراني في معجمه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اقتربت الساعة ولا يزداد الناس على الدنيا إلا حرصا ولا يزدادون من الله إلا بعدا. أحبتي في الله، لو كانت الدنيا تعدل عند الله جناح بعوضة ما سقى منها كافرا من ما سقى كافرا منها شربة ماء. روى الإمام الترمذي في جامعه بسند صحيح عن سهل بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو كانت الدنيا تعدل عند الله
جناح بعوضة ما سقى منها كافرا شربة ماء. أحبتي في الله، الرزق مقدور وبيد الله جل جلاله ومكتوب. يقول المولى سبحانه: وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها، يعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم. إن الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له. روى البخاري في صحيحه والنسائي في سننه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال الحبيب صلوات ربي وسلامه عليه: يأتي على الناس زمان لا يبالي الرجل من أين أصاب المال، من حلال أو حرام. أحبتي في الله، فاتقوا الله وأجملوا في طلب الدنيا، فإن كلا ميسر لما خلق له. روى الحاكم في مستدركه، والطبراني في معجمه، والبيهقي في شعبه عن أبي أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: إن الروح القدس نفث في روعي أن نفساً لن تموت حتى تستكمل أجلها وتستوعب رزقها، ولا يحملن أحدكم استبداء الرزق أن يطلبه بمعصية الله، فإن الله تبارك وتعالى لا ينال ما عنده إلا بضاعته. عباد الله، يا ابن آدم عش ما شئت فإنك ميت، واحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم وهو البر الكريم.